يو واتساب جاي، شفت لكم فيديو جديد ورياكشن جديده، ويلاه لحقت لكم الرياكشن ديال مورو. سو مع اللي كدير لي جيم كومونتير سبسكرايب، حيت باقي واحد رياكشنز واحد اخر غيتلاحوا، حيت بزاف ديال الروابط غيلوحوا لنا اليوم. يعني اليوم مازال هي رياكشنز الخوش برا والجوله. يلاه كنت كتفرج في واحد الماتش ديال باريس سان جيرمان ضد واحد الفرقه، حيت برا الجوله بغينا نشوفوا ميسي شنو غيدير، المهارات سكيلز الخوش، ويلاه حنا سبعات ولا التراك هذا خصنا رياكتو عليه برا والجوله. سو كنت اول مره تشوف لي مع اللي كدير جيم كومونتير سبسكرايب باش تشوف رياكشنز واحد اخر في ملو رياكشن، تكون انت اول واحد غادي تشوفها تراك سميتو فيروس. سو ماشي طول عليكم اكثر من هكا، ندوزو ديريكت رياكشن. اوكي فيروس، من الدخلان ديال التراك باينه غادي يكون شي تراك اللي حزين بالرجوله، قضيه فيها الاموات والموتى. يلا نحر له حنا واحد التراك تا هو فيه الموتى وديك الشاو سبعات انت هو تابعو. اوكي دنيا وشحال سوفريت، شحال جرحتيني وكنشوف فيك، والله ما بخاطري ويالي بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكي غندير وانا البلان قضيه فيها الحب اخوتي والرومانسيه وكذا احبة. شوف تراك ما فيش الراب هذا راي عاوتاني، ولكن شوف ديما كنلقاو المشكل، هذا المشكل كيصحابنا بنادم لانه رابور الساعه هو ماشي راه لتس جو الخوش خلنا الرياكت. بطاير لبعيد ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا دنيا وشحال سوفريت، شحال جرحتيني وكنشوف فيك، والله ما بخاطري ويالي بوحدك اللي كتحسي بي برو. جوج شحال ديال الشباب عندنا الخوت تيعيشوا هاد اللحظات، يكون هو مريح في البيت صاحبته في دارها ومتى هي كيهضر هو وياها. واحد البلان كان تحطو شنو في انستغرام بلي ان واحد خونا كاين في الرباط وصاحبته كاينه في تاد، لا ما عرفت توجد ما عرفت شنو، كيقول لها كنبغيك وهي كتقول له حتى انا. بنادم ما عرفت فين كاين، شي في الشرق في الجنوب شي في الغرب، كيتباغاو الخوت ما عرفت كيش يديروا ليها والله ما عرفت. يا نجي ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد، علمتيني وبسبابك عرفت بلي ريح راها باردة ودفاتني غير النار، ضربة راها جاتني من اقرب ناس لي، كل ما كنحن وكنذوقو المرار، كل دمعة نازلة ليا من خدي، قالي شرب من وادي راه حلا قطار كي شافوني. شوفوا الخوت راه كندير لكم باش تعرفوني كنبغيكم، كندوز لكم روتيني اليومي في نفس الوقت موسيقى في نفس الوقت بزاف ديال اللعيبات الخوت. ثم على كدير جيم وكومونتير وسبسكرايب وبالروج اللي كيبان لنا بلي ان سبعاتون مدمار ديال بصح سبعاتون حازين. انت بلي طرات احد مرحمني قضاو فيا حاجتهم وقالوا لي تشاور، كان كيصحاب لي الشمس كتشرق في صوت الديك، كان كيصحاب لي لا طاح تاي ما طلي ايدي، كان اخر واحد كنفكر غير اديني، سمحي لي نفسي انا اللي درتها بيدي، ما علمونيش نمشو لقطعو مني غير الريش، وقالت لي السفينه تقت في الموج وانا نطيح، علاش تا شي واحد وما بغى يصدق لي، يمكن واد القطيع ما كتردوش الديبه، روحي ما كدويش يمكن راه خايفه، حتى من الليل قال لي عيونك. دابا خويا هو سبعاتون تيبغي هاد خيتي هادي، وهاد خيتي خلاتهم على اخر فهمتيني، دابا سبعاتون مدمر ديال الصاع وكيتفكر ويكت، دابا سبعاتون كيعاود لك الحزن والدمار اللي فيه هو، وهاد عايش السعاده مع واحد اخر ما مسوقاش ليه. شوف اخي سبعاتون الا خلاتك خليها، اللي درقك بخير درقو بحيط فهمتيني اخي سبعاتون، متبقاش مدمر هادي. شوف كلشي كيوقع لواد البلاد الخوت بالرجوله وما بلانش، شوف كتبغي شي وحده دير لك الروده وتفرفيك ما بلاش. اللي كانت دارت له شي وحده شي بلان بحال هكا، ولا شي واحد دار لشي وحده فهمتي، كنهضر مع البنات والدراري، لو وقع عليهم شي نهار شي بلان بحال هكا قولوا لي في لي كومونتير بالروج، وبغيت نعرف شحال من واحد واقع له هذا البلان. ماك دافيه كمينه باش نساو شعلت فينا غير العافيه، حياتي من سياق كيفاش جيها الحافيه، عيت ما نحشمت انا ونقول هانيه، ديت معايا حزاني فوق الارض العاليه، انا كنكتب وسط ورقه مساخيه كتسوي والو يا دنيا راك فين يا دنيا. واه على بلان الخوت دار راسو كيبغى فهمتي دوز معاه ليلة خلى لها صريف تيقول لها انت يا بيت فهمتيني انت، لا عاد لا عاد دويا تفيق من نعاس فرحان الخوت، في الاخر ما غتلقاهش حداها ويخلي لها العاقه ويقول لها صافي دوز فيك ديك الليله فهمتي، عرفت ديك صاحبه الليله هادشي اللي وقع عليها، وديك سبعات ومسكين اللي كيبغيها وطايح فيها وكيتفنى عليها
خلاته فهمتي ملي كتخلي شي واحد كيبغيك كيطرى لك هذا البلان فهمتيني كيجي شي واحد كيضحك عليك ونقول هانيه ديش ما يحزاني فوق الارض العاليه انا كنكتب اسطوره قامت سهله فهمتي تخليتي على فبعاتون جاب الله اللي غايدير لك هذا القالب هذا فهمتي ها انت ضعتي ساخيه ما كتسوي والو يا دنيا راك فين ويا دنيا واش حسوا فريج شحال جرحتيني وكنشوف فيك والله ما بخاطري ويا اللي هاي دابا عاد تبقى تبكي وتبقى تقول ندمت وترجع عند سبعات ولا تقول انت وحشاك وكذا وكذا هو مسكين حيت كيبغيها غادي يقول لها ماشي مشكل عاوتاني غتلاقى مع شي واحد اخر وغادير لها عاوتاني نفس البلان وغيطرى لها هاد السيناريو معروف الخوت كنا كنعرفو بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد دابا فهاد الوقيت عاد تفكر داك الشخص اللي كان كيبغيها ديال بصح وكان كيعطيها الاهتمام وبزاف ديال الحوايج مشينا عاد تبقى تفكر وعاد تقول تفون ندمت وكذا وترجع لعندها وتبقى تبكي عليها وتقول توحشاك وبزاف اللعيبه ويا دنيا وش حسوا فريج شحال جرحتيني وكنشوف فيك والله ما بخاطري باي شافتو مع واحد اخر طرا ليها نفس البلان اللي طرا سبعاتو فهمتي هي خلات مشى عند الاخر سبعاتو شافو مدمر وشي يبكي ها هو عاوتاني هذا خلاها ومشى في حالو وهي كتشوفو هي هو مع واحد اخر عاوتاني غايدير لها تاهي نفس البلان وتستمر الحياه يا اللي بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكيغني وانا عقلي طاير لبعيد ويا باكي وصافي ومن هنا كتبدا ديك المسيران ديال البيتشيز الخوت كيولوا مريحين في لي بواط دونوي الزو ديك الساعه صافي فهمتيني كتولي زاهية الحياه كيولي اللي جا كيدخل فهمتيني وانا عقلي طاير لبعيد وعلمتيني نخاف علمتيني شي حوايج كنت شايق فيك انا ومرديتش البال واخا تفديهم روحك يبيعوا ويشرو فيك خلا بلال ويا دنيا بيزار كي شي ورقة دابلة وفي جنان العالي رشاتني الشمس وكان عيط قطع قتلونا بالسم والسفل راك يسالي وصحاب المصلحة راه دارونا قطار علاش شقت فيك انا والله يجي تراك زوين الخوش تراك يدمار بالرجولة اللي عندوش دابا تراك عرفتي ديال من الخوش ديال دوك الناس اللي تخلى عليهم البوي فريند ديالهم ولا الجير فريند ديالهم فهمتي كيبقى مريحو في شي قنت وغنشدو شي 10 دراعة غنشدو شي قنت وغتلقاو لك التراك هادو وغيبقاو غادي معاه والدمعة صابطين وهما حزينين الخوش وغتستمروا الحياة يا راسي دقت فيك ويا راسي لكي تجي شكون ولات كتسميهم دابا شوف السميه اللي ولات كدير ليهم غير من تفليت على واحد تفله ولا عندها الكليه فهمتيني كليه رقم واحد في الاول كتكتب لهم حبيبي حب قلبي دابا ما بقاش حبيبي وحب قلبي دابا كليه كيضرب معاها ليلى وكيمشي في حالو انا ويا راسي كليان رقم واحد دابا غدوز مع كليان رقم واحد غنجي كليان رقم جوج وتستمر الحياه فيك ويا راسي لكي تجيني بناس انا نفوس محاقتي والله نفوس محاقتي وانا ما قديتش وننسى لباسي انا ننسى لباسي جيتي كان عندي وانا يا اللي كلاسيتك عمري انا اللي كلاسي ويا دنيا وش حسوا فريج شحال جرحتيني وكنشوف فيك والله ما بخاطري ويا اللي ويا تولي عاوتاني غادي الزو مع السواعده وبزاف ديال اللعيبات تمشيني صافي الحياه ديالها دمرات الخوش بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا دنيا وش حسوا فريج شحال جرحتيني وكنشوف فيك والله ما بخاطري ويا اللي بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا با واو تلاقى معاه وكان هو اللي كان غيضربها في الطوموبيل ودابا عاد تندم على البلانات كاملين اللي وقعوا ليها غتندم على المشاكل كاملين اللي دارو غتندم على داك الشيء اللي دارت ليه وفي الاخر مسكين حيت كيبغي غيحن فيها ويقول لها صافي واجي نرجعو وكذا وغدوز المده وتقدر ديروا نفس البلان عاوتاني فهمتي ما بلانش وانا عقلي طاير لبعيد ويا دنيا وش حسوا فريج شحال جرحتيني وكنشوف فيك والله ما بخاطري ويا اللي بوحدك اللي كتحسي بيا انتي ويا با وكي غندير وانا عقلي طاير لبعيد ويا با وكي غندير
وناقلي طاير لبعيد. واو خونا اللي كان سبابه في داكشي كامل في البلانات، او لا هو كيمسح الطانوبيلات، وداك اللي كان بغاه مشى للمقابر مسكين. الله يجي السيناريو ناضي وحق الرب عجبني. ناري شي حزينه الخوت وحق الرب. شكاي وليت هذا غادي بكيف غايس؟ كانت دي النين ديال الرياكشن هادي اللي فهمتي حزينه بالرجوله، واحد السيناريو اللي زوينه والتراك زوين فهمتي. خصك تكون تدوز شي بلان مع شي ساطا باش تحس بهذا التراك هذا، وخصك تبقى تبكي وفهمتي. ملي غادي تحط هذا التراك وتكون بوحدك في البيت عندك 10 زريعه وغادي فهمتي غتبقى تدمر ديال الصح خوت. انا ما عندي حتى شي بلان مع شي وحده الخوت فهمتي. ما كاين لا رومانسيه، ما كاين لا حب لا حتى لعبه فهمتي. كاين الزوار خوت فهمتي، كتمشي كدوز تعيش مع راسك تنشوف كترجع فهمتيني. سو غايس تشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.